بسم الله الرحمن الرحيم. الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة أحد التشكيلات العامة التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن العراقية. طبعا تأتي مشاركتنا في هذا المعرض للتعريف والترويج للشركة ومنتجات الشركة وما هي النشاطات التي تقوم بها هذه الشركة. طبعا شركتنا لدينا ثلاث مصانع في محافظتي نينوى وصلاح الدين، هي مصنع صلاح الدين في قضاء الدور، ومصنع الحضر في قضاء الشرقاط، ومصنع الكندي، ومقر الشركة في مدينة الموصل في محافظة نينوى. لدينا عدة نشاطات وعدة منتجات تخدم الإنتاج الوطني وتخدم الاقتصاد الوطني وتخدم الصناعة العراقية بشكل عام. على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، لدينا معمل لإنتاج المحولات الكهربائية بكافة طاقاتها، وكذلك معمل لإنتاج المقاييس الذكية أحادية الطور وثلاثية الطور، وكذلك لدينا معمل إنتاج الكاميرات الحرارية في مصنع الكندي في مدينة الموصل. كذلك لدينا عدة بحوث في مجال التربة، معالجة التربة ومعالجة مياه سقي المزروعات، ولدينا أيضا إنتاج المنظومات الخاصة بإطفاء الحريق الخاصة بكافة الأبنية ودوائر الدولة والمنشآت. لدينا أيضا إنتاج السياج الأمني اللي هو خاص بدوائر الدولة والدوائر الأمنية، اللي هذا الجهاز طبعا له ضرورة قصوى في حماية الدوائر الأمنية ودوائر الدولة من أي جسم غريب أو معتدي يحاول الدخول إلى هذه الدوائر. نعمل جاهدين إلى إعادة الصناعة الوطنية إلى ما كانت عليه من خلال توجيهات معالي وزير الصناعة والمعادن الأستاذ الدكتور المهندس خالد بتار النجم، وتوجيهات دولة رئيس الوزراء الأستاذ المهندس محمد الشياع السوداني. شركة معدات الاتصالات والقدرة، هذه الشركة قد لا تكون معروفة للكثير من العراقيين أستاذ ياسر، ليست كشركة مثلا الديالة للصناعات الكهربائية أو القيثارة للصناعات الإلكترونية، وكلها شركات تابعة لوزارة الصناعة طبعا. ما هي منتجات شركتكم بالتحديد؟ الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة هي شركة تشكلت وفق الأمر الوزاري بدمج الشركات، فهي حصيلة دمج ثلاث شركات: شركة الكندي العامة، شركة صلاح الدين العامة، وشركة الحضر العامة. فأصبح الاسم الجديد عام 2015 الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة. طيب. وهذا هو السبب أن الاسم غير مشهور جدا. نعم. لأنه حديث التكوين نتيجة دمج ثلاث شركات. طيب، ما هي منتجاتكم التي تطرحونها في الأسواق؟ منتجات التي تقوم شركتنا بطرحها هي منتجات تدعم قطاع الكهربائي والزراعي والبيئي والسلامة والأمان والنفط. على سبيل المثال، على سبيل المثال في مجال الكهربائي تنتج شركتنا الأعمدة المدورة والمشبكة والإضاءة، مصابيح إضاءة الشوارع التي تعمل بتكنولوجيا اللد الضوئي وخط تجميع هناك محولات كهربائية، كما أن شركتنا تقوم بتصميم وتنفيذ منظومات تحسين معامل القدرة هو فاكتور كوركشن. هذه المنظومة تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية وتقلل من فاتورة الكهرباء.
إذا تم تعميمها على مستوى العراق وبشكل كبير سيكون هناك ربح في الكهرباء في المجال. طيب اسمح لي أقاطعك هنا، هذه المنتجات الواعدة كما وصفتها لا نراها في الأسواق، لمن تبيعون منتجاتكم هذه أستاذ ياسر؟ بما يتعلق بهذه المنتجات، هي منتجات تدعم قطاع الكهرباء الحكومي. طيب. يعني المواطن ما رح يشتري محولة، لن يشتري محولة، المواطن لن يشتري عمود كهرباء، المواطن لن يشتري منظومة تحسين معامل قدرة. هذه المنتجات تدعم المؤسسة الكهرباء، وزارة الكهرباء في العراق. وهل تشتري منكم الوزارات الحكومية هذه المنتجات؟ يعني نعم تشتري، لكن بحدود معينة. يعني نحن نعاني حقيقة في الصناعة من مشكلة التسويق. التسويق يعني هناك قوانين حماية منتج في كل الدول في العالم.